متر و76 سنتيمتر، والكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة باريس سان جيرمان على التقدم مباشرة. روتين يتقدم ويلعب له كرة عالية تنحط ولكن يشيلها المدافع، ومرة أخرى جول. الهدف الأول في المباراة لمصلحة باريس سان جيرمان، تقدم المدافع مباشرة على طول مامادو ساكو اللي يحتفل بعيد ميلاده بتسجيل هدف في مرمى سانت اتيان. اذا يتقدم الان باريس سان جيرمان بالهدف الاول. كنا نقول قبل شوية يحتفل بعيد ميلاده، لكن الاحتفال الحقيقي الان، الاحتفال الحقيقي الان في هذه اللقطة، رأسية ورأسية واعبرت ومرت ووصلت وعانقت الشباك، وبالتالي لاحظ الرأسية الاولى انقطعت من المدافع سقط. نعم يتقدم لودوفيك جولي وخذ هجوم لباريس سان جيرمان، ممكن تلحق بالجول. جول كليماو، يتقدم اللاعب طويل القامة ويستفيد من الطول اللي يتمتع فيه، وبالتالي يسجل الآن الهدف الثاني لمصلحة باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان سجل اولا، تعادل سانت اتيان، والان بهذه اللقطه الجميله جولي يظهر في هذه اللقطه جميله ايضا، وهدف جميل، المتابعه حاضره، وكره راسيه، هدف راسي ثاني ياتي في المباراه لمصلحه باريس سان جيرمان. حلوه اللقطه، حلوه انلعبت صح ومن الجهه اليمنى دائما، وبالتالي المتابعه